خصك ضروري يعني خصك تخوي هنا نسدو لك الباب، ومن يجي وقت الاستفاده غادي نعطيوك. وكاع الناس اللي قبل منا استافدوا كلهم عندهم يعني قبل ما كيخرجوا حتى كيعطيوهم ورقه الاستفاده عاد كيسدوا لها عاد كيخرجوا. هي الوحيده اللي بغاو يطبقوا عليها قانون عكسي، وهي اصلا ماشي كانت كاريه، هي اصلا الاب ديالي قبل ما يتوفى راه هو مول الملك، يعني انسان راه شاري يعني واخا الارض هذه الدار راه ملك بالوراقي ديالها بالوراقي ديالها بكل شيء بالمسائل ديالها. وكانوا الكرايه كاريين عندنا كلهم استافدوا خداو ديور ديالهم كلهم، ولكن قبل ما يخرجوا كانوا كيعطيوهم ورقه الاستفاده عاد كيسدوا ليهم، هما قالوا لها خرجي حوايجك برا وخرجي انت برا وسدي عاد تستافدي. قال باش غادي تضمن هي حقها باش عارفه صافي تخرج. قال لها عطيك محضر. جا عندها واحد المسؤول، مسؤول كبير في ذاك السلطات المعنيه، قال ليها انا غندير لك محضر بانك انت ولات الملك، وحتى نكملوا مع الكرايه وبقاو مالين الملك غادي نعطيوك الاستفاده. وهي باش ضراتو ولا بقات في المنزل ديالها باش ضراتو؟ كاع الناس كاينين الناس هنايا في هذا الحي هذا واخدين ديورهم وباقيين ساكنين هنايا، عندهم سوار ديال ديورهم باش يستافدوا وباقيين ساكنين هنا ما خرجوش، وهي اللي مولات الملك بغاتها تسد وتخرج. لا يعقل، مرا عندها 60 عام فوق من 60 عام، ما عندها لا سينيسيس لا تقاعد لا والو، انا بنتها اللي كنقوم بها، ما عندها حتى شي مدخول، با مات مش تقريبا شي 5 شهور دابا باش مات، وقبل ما يموت دار فايت، ما عندها حتى شي حد من غير الله وانايا. ما يمكنش انسان جالس في الملك ديالو ويخرجوا بنادم، علاش؟ بغيت تخرج عطوها فين تسكن، ما يمكنش تخرج تشرد مرا فوق من 60 عام غتشرد للزنقه، ما يمكنش. حنا راه من 96 مش خدابه، سكننا واحد المده وعاوتاني خلات البيت ديالها كان فارغ، كتجي مرا متردده كتجي لهنايا، ولكن كانت ساكنه كانت ساكنه عندها بيتها. ومن بعد الوالد ديالي ملي دار فايت دارو هذه جا سكن فيها، بقى ساكن فيها سنين وساكن فيها راه مات فيها. الجيران كلهم كيعرفوني مني كنت انا صغيره، ماشي جينا وجينا وتولدنا بوحدنا، راه ماشي جينا ونبتنا، حنا اصلا ساكنين سنين وحنا كاينين هنايا. هل يعقل هاد المراه ساكنه في دارها يجي واحد المسؤول يقول لها خرجي؟ ايه مرحبا نخرج، وكيعطيني الاستفاده ديالي اللي عطاها لي الملك ديالي ونحقق ونقضي الواجبات ديالي اللي عليا ونخرج مرحبا. ولكن هل يعقل تخرج حوايجها للزنقه وتبقى هي في الزنقه؟ لك انا ماشي سوقي انسان اولا، ما يمكنش هذه، راه ما كيتقبلهاش العقل. غتطبق على واحد القانون العكسي اللي ما طبقش على الناس كلهم، كون طبقوا على الجيران كاملين انهم كيخرجوا عاد كيستافدوا كون حنا درناها. شنو الحل الوحيد؟ حنا الحل الوحيد اللي بغا يديروا لنا قانون عكسي، تخرجي تسدي الباب وتبقاي في الزنقه حتى تجي وقت الاستفاده عاد غتستافدي. وما شغلناش حنا كاع. قالك هو اصلا ما شغلوش. ما شغلكش اسيدي، راه اسيدي غتشرد في الزنقه. 4 سنين وانا تنقابل في الكوشه عباد الله وانا نشري باش انا دخلت، قالوا دخلتي لكريم ما كجيتش وكريت، انا دخلت معايا تعاونوني في الكوش. كريم مشى. وتعاونوني في الكوش وقالوا لي تخرجي الكاري، خرج الكاري 4 شهور، وحده 4 شهور، وحده شهر، وحده شهرين نقص له باش يخرجوا تساعدوا معايا وخرجوا الله يجازيه بخير. دابا جا تيقول لي راه انا اللي خرجته، وإلا ما بغيتيش نمشي نردو لك. هادشي ما معقولش هادشي، انا عندي بيتي ما عمرو تكره في حياته، انا دائما بيتي كاينه فيه. هو يحقرونا عباد الله، قولوا لي اش كذا حق ولا باطل. قال لي خرجي حوايجك للزنقه رميها ولا دبري، انا ما عندي ما ندير لك، ونسدوا الباب من الزنقه، انا ما عندي فين نمشي، انا ما عندي عباد الله فين نمشي، انا غدا نتشرد في الزنقه، انا ما عندي. ويمشي يقلبها النمره ديالي، لا عندي شي دار ولا تيقول لك راه عندي، انا ما عندي لا دار لا حتى حاجه، لا دار لا دوار، ما عندي حتى حاجه. انا بنتي عليا بالاحترام هي وراجلها، انا بنتي متنحترمه، عندها بنيتها وعندها جوج بيوت، يلاه كافينو، انا ما باش نتحكم معاهم. انا تنطلب انا ما نخرجش من المحل ديالي حتى يعطوني الاستفاده ديالي كيما الناس، ونعطي واجباتي كيما الناس، انا ما خارجاش من هنا ما عنديش. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.